وعرقلها جشع الساعين للمناصب، وبقي المواطن وحده يحمل وفاء لفبراير بين يديه، يشعل لها شمعة كل ذكرى ويحتفي بها كل عام، وهي تحبو من سنة إلى أخرى وتكبر ثم تكبر لتعود كما بدأت فتية قوية. واليوم قبيل ذكرى الثورة، ماذا يعني تجدد الفرحة بها كل عام؟ وإلى أين وصلت مطالب الحرية والعيش الكريم؟ ومن عرقلها ومن دعمها؟ ومن الأكثر مسؤولية عن المسافة بين أمل فبراير وألم ما بعدها؟ لمناقشة هذا الموضوع في حوارية الليلة أرحب بضيوفنا. سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي صلاح البكوش، ومن القاهرة مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي رميح، وعبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة الأكاديمي الطاهر بن طاهر، وهنا في الاستوديو في اسطنبول المحامي المهدي كشبور. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك أستاذ مهدي. يقال أن الأشياء تعرف بأضدادها، أكثر من يعيش فرحة فبراير هم من عاشوا تلك الفترة التي سبقتها وذاقوا ألم القهر والظلم عندما كان النظام في البلد، النظام الحاكم في البلد، نظام استبدادي. هل ما زال هؤلاء اللي كانوا أول من تحرك عندما بدأت فبراير، هل ما زالوا على نفس المفاهيم وذات رؤية أم تغير وقعهم اليوم؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وسهلا بك وبالسادة المشاهدين وبضيوفك الكرام. هو الحقيقة يعني ثورة 17 فبراير ليست وليدة التاريخ 17 فبراير 2011، هي تتويج لنضالات يعني 42 سنة من النضال، وبالتالي لا يمكن أن نحصر ثورة 17 فبراير فقط في من انتفض يوم 17 فبراير، هناك المئات بل ربما الألاف من قدموا حتى أرواحهم حتى وصلنا إلى هذه الغاية، وهي إسقاط النظام السابق وانتفاضة الشعب. ولكن ما حدث ما بعد 17 فبراير هو الذي كان فيه انحراف، أولا لعدم وجود هدف مشترك. يعني حاولنا يعني في تلك الفترة، وأنا كنت أحد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، أن نضع رؤية مشتركة يجمع عليها الشعب الليبي من خلال الإعلان الدستوري وإعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي، والذي حدد الرؤية المستقبلية لليبيا. ولكن في وقت لاحق بدأت أهداف أخرى لأطراف سياسية وعسكرية لديها أهداف شخصية، وهذا ما عرقل مسير ثورة 17 فبراير. يعني لم تترك ثورة 17 فبراير حتى يعني تثبت نفسها من خلال دستور. يعني أنا شخصيا لا أعتبر أن الثورة قد نجحت إلا بعد أن تؤسس لدستور، وهذا الدستور يكون نابع من الشعب بمثابة عقد اجتماعي يجمع عليه الشعب الليبي، وعندها نستطيع أن نقول أن الثورة انتهت وبدأنا في مرحلة بناء الدولة. هذه العشر سنوات أستاذ المهدي، هل أنست الليبيين ما كان قبلها؟ لأن أكثر من يستطيع ربما التعبير على هذه المسألة والإجابة على هذا السؤال من عاش ظلم الـ 42 سنة. صحيح، هي للأسف يعني ذاكرة الشعوب عادة يعني ذاكرة ضعيفة، لا، وخاصة الأجيال التي شاركت في الثورة ربما لم تعش فترة الظلم التي أو يعني لم تعي فترة الظلم الذي كان يحكمها القذافي، وكيف كنا نعيش في تلك الفترة من حالة قمع وغيره. وبالتالي بعد مرور هذه السنوات، الأجيال نتحدث عن من كان عمره 10 سنوات في الثورة اليوم عمره 22 سنة، وربما يكون فاعل في مؤسسات مجتمع مدني، ولكنه لم يدرك ولم يعي ولم يعيش تلك الحقبة السوداء من تاريخ الشعب الليبي، من القمع، من الاغتيالات، من عدم وجود حريات، عدم تأسيس أصلا لدولة، عدم وجود دستور، عدم وجود أي مؤسسة، حتى القضاء لم يكن مستقل، كان وزير العدل هو من يرأس القضاء مثلا. وبالتالي كنا نعيش مرحلة للأسف أغلب الجيل الفتي اليوم لم يعش تلك المرحلة، ونحاول أن نستذكر دائما وأن نذكر هذا الجيل بما حدث في تلك الحقبة حتى لا يتأسف. صحيح اليوم نحن متعثرين، صحيح نحن اليوم في مرحلة سيئة للأسف، ولم نصل إلى مرحلة التي سنأتي للواقع وما فيه اليوم. سيد رمزي رميح، لا تكاد تقبل ذكرى فبراير حتى تمتلي
المدن بمظاهر الاحتفال والفرحة، ألا يعكس هذا المشهد المتكرر كل عام حقيقة ارتباط الناس بهذه الثورة؟ أهلا بك أخي الكريم أستاذ خالد، وأهلا بجمهور ومشاهدي ليبيا الأحرار، وأهلا بأيضا ضيوفك الكرام. أولا يا أخ خالد، أنت بدأت هذه الحلقة أو الحوارية بوضع مقدمة وكأنها مسلمات أو ثوابت، ولا تستطيع أنت ولا أي أحد في ليبيا أن يجمع أن فبراير ثورة. لا زال الحديث على أن فبراير هل هي ثورة، انتفاضة، مؤامرة؟ يعني الأمر ليس مسلما كما تدعي أخي خالد وتقول أنها ثورة فتية. هل جميع مدن ليبيا الآن يحتفلون بفبراير؟ فلو سمحت أخ خالد دعنا نحرر المصطلحات ونتحدث بالواقع. إجابة على سؤالك، أنا سأبدأ بجملة بسيطة ذكرها ضيفك في استوديو المهدي كشبور عندما يتحدث ويقول أن القضاء لم يكن مستقلا في عهد القذافي، ورئيس المهدي كشبور وهو المصطفى عبد الجليل في ذلك الوقت مجلس الانتقالي صرح وخرج وقال أن القضاء في عهد القذافي كان مستقلا ولم يتدخل القذافي في القضاء. إذن نحن أمام تصريحين متناقضين، نحن نصدق من الآن؟ أو المشاهد يصدق من؟ أو الليبيين يصدق من؟ يصدق المهدي كشبور الذي يدعي أن القضاء عهد القذافي لم يكن مستقلا، أم يصدق الشيخ الفاضل الجليل مصطفى عبد الجليل وزير العدل السابق ورئيس مجلس الانتقال الذي أقر واعترف أن القضاء كان مستقلا؟ أخي العزيز، أنت بالنسبة لك القضاء كان مستقل أستاذ رمزي قبل 2011. اسمح لي أستاذ رمزي فقط حتى نعود إلى أصل السؤال. أنا سألتك كيف تفسر هذه الفرحة التي تتكرر كل فبراير من كل عام؟ ألا تعكس هذه المظاهر ارتباط الناس بما حصل في 2011؟ أخي العزيز، كيف أجيبك على أمر هلامي، أمر غير مسلم به؟ هل تستطيع أخي خالد، وأنا أتحداك وأتحدى جماعة فبراير وأتحدى قناة ليبيا الأحرار التي انبثقت كما يقال من رحم فبراير، هل عملتم استفتاء للأمة الليبية 7 مليون ليبي، جماعة ديسمبر وجماعة فبراير وجماعة سبتمبر، هل عملتم استفتاء أن فبراير مباركة مجيدة ثورة انتفاضة ضد نظام طاغية، ووجدتم أن 50+1 مع فبراير حتى تحدثني عن فرحة فبراير؟ لماذا لا تتكلم عن جزء كبير من ليبيا من سرت إلى الحدود المصرية مساعد وجنوبا وأيضا جنوب ليبيا الغربي؟ هل يحتفلون بفبراير منذ 6 أو 7 سنوات؟ هل إيقاد شعلة في مدينة أو في قرية يعتبر احتفالا بثورة فبراير؟ أخي خالد، هل يعقل أن نحتفل بكوارث؟ طيب أسألك بالله طيب تعالى، وصلت فكرتك. ابقى معي سيد رمزي، ابقى معي أستاذ صلاح بكوش، ابقى معي، سأعود لك. سأعود لك فقط اسمح لي بداية الوقت أستاذ رمزي. التصنيفات سأعود لك، لا لا سأعود لك، سأعود لك حتى يكون في توازن في توزيع الوقت. طيب تفضل. طيب في عجالة تفضل. التصنيفات الدولية المعتبرة المعترف بها عالميا تصنف ليبيا الآن في 2022 أين تصنفها؟ في البنية التحتية والإعمار والأمن والأمان والهشاشية والفساد والحريات. أنا بيني وبينكم هذه التصنيفات الدولية. طيب واضح، ابقى معي سيد صلاح البكوش. ثم بيني وبينكم أيضا، ابقى معي أستاذ رمزي حتى نتدرج في مناقشة الموضوع نقطة نقطة، لأنك أنت أثرت أكثر من نقطة. سنعود ونتقدم للمستوى اللي تحدث فيه الآن سيد صلاح البكوش. هذه الفرحة المعلنة كل عام في ذكرى ثورة فبراير، هل تكفي لتجديد تلك القيمة وذلك الموقف الذي سجله الليبيون قبل أكثر من عقد
عندما رفضوا استمرار حكم القذافي لهم؟ بكل تأكيد، ولكن دعني أولا أضع بعض النقاط على الحروف ما قاله السيد رميح رماح. نعم. وأبدأ من آخر ما قاله السيد رميح ضيفك، قال التصنيفات الدولية هي بيني وبينكم. حسنا يا سيد رميح، دعني أقول لك التصنيفات التي يصدرها البنك الدولي الذي تدفع رسومه الدولة الليبية منذ الخمسينات، ودفعت رسومه حكومة القذافي، وآخر تصنيف لليبيا، مؤشرات الحوكمة ل2021، وأنا طلعت مؤشرات الحوكمة نفس المؤشرات ل2010. المؤشرات أسوأ درجة هي 2.5 تحت المية، وأفضل درجة هي 2.5 فوق الصفر، والأخرى 2.5 تحت الصفر. خلي نقول لك، لما تقول على سيادة القانون والشيخ الجليل مصطفى عبد الجليل، المؤشر يقول أن سيادة القانون في 2010 كانت 1 تحت الصفر، وأن التحكم في الفساد كان 1 تحت الصفر، وأن حرية التعبير والمساءلة كانت 2 تحت الصفر. أنت دعيت إلى أن المؤشرات الدولية ذات المصداقية هي الحكم بيننا، فعليك الآن أن تسحب الكلام اللي قلته، أو تدخل في صلب الحديث واحتفالات فبراير وما إلى ذلك، وتخليك من هالمحاولة تلبيع ما لا يمكن تلبيعه. ثانيا، هل هناك ثورة في العالم اتفق عليها جميع المواطنين؟ هل هناك ثورة في العالم اتفقت عليها جميع المدن والقرى، وخاصة بعد 10 سنوات من قيامها؟ هذا 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 منين انت بتجيبه يا سيد رميح؟ ويسأل هل عملتم استفتاء؟ أباهي الحمد لله يا سيد رميح، الحمد لله اللي بدأت تؤمن بالاستفتاء. مش أنت والنظام متاعك هم اللي قالوا التمثيل تجيل ومن تحزب خان؟ تو بدأت تؤمن بالانتخابات والاستفتاءات؟ أفضل أن تأتي متأخرا من أن لا تأتي أبدا. فثورة 17 فبراير مثقلة بالهموم، وتركة قالت عليها ديبرا جونز في 2017 في إفادتها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، قالت إن القذافي مش جزة ليبيا بس، تعلم الليبيون أن تكون أخلاقياتهم متحركة مائعة. لكن سيد رميح يا أستاذ صلاح البكوش، أستاذ صلاح، وأن يكونوا غراجي، وأن يكونوا غير، خلينا نكمل بس، نكمل النقطة هذه بس، وأن يكونوا وصوليين وانتهازيين. هذا ما تعلمناه من نظام 42 سنة، وكل ما يستطيع أن نقول عنه أن العاشر فرادي بربع. هذا الشيء الوحيد اللي يختصر 42 سنة من الحكم في دولة نفطية، هذا ما قدمه القذافي. السيد رميح يا أستاذ صلاح، وأنا سأنتقل بالسؤال للسيد طاهر بن طاهر. السيد رميح يقول بأن الاحتفالات بثورة فبراير هي احتفالات بنكبة وبذكرى كارثية. اليوم إذا كان الليبيين غير قادرين على تجديد تلك القيمة اللي كانت في 2011، لا يستطيع أي أحد أن يخرج عندما انتصرت ويواجهها بنفس هذه العبارة، إذا كانوا غير قادرين على تجديد هذه القيمة وهذه المعنى، هل اكتفوا فقط بأن هم في كل 17 فبراير يظهروا إلى الساحات من أجل إحياء ذكرى من فقدوهم، أو استذكار
ذلك المعنى الذي كان قبل 10 سنوات وغاب اليوم؟ لا، شوف شوف، الناس تطلع لتحتفل بمناسبة يعتقدون أنها مناسبة عظيمة ونحن نشارك في ذلك. أما السيد الرميح بيقول أنها نكبة، نكبة بالنسبة لنظام القذافي ومن كان يرفع لواءه ولا يزال كيف السيد الرميح، أي بالنسبة لهم نكبة، وأنا أوافقه أنها نكبة على نظام القذافي وعلى من هم على شاكلة السيد الرميح. طيب سيد بن طاهر، ولكن الليبيين هذه فرصة، فرصة للليبيين ليحتفلوا بيوم أعطاهم. شوف هذه الملاحظة، 17 فبراير لم تعطيهم دولة من الطراز الأول لأن هذا مستحيل، ولكن أعطتهم فرصة أن يبنوا دولة. ما الذي سيفعلونه بهذه الفرصة؟ هذا السؤال لازال مطروح. واضح تماما سيد طاهر بن طاهر، بين الثورة وأهلها عقد ضرجته الدماء. ترى اليوم الساحات أنصار الثورة يحملوا صور من فقدوهم وتسمع شعارات تنادي بالحرية وتلك المطالب اللي كانت مرفوعة قبل 10 سنوات. هل ذكرى فبراير باتت مناسبة فرح ووفاء لمن قضوا في سبيلها فقط، أم هي ربما يوم لتجديد العهد مع تلك المبادئ التي حركت الناس قبل 10 سنوات؟ بسم الله. حقيقة يعني في البداية أود أن أحيي الشعب الليبي وأحيي كل من ساهم في إنجاح هذه الثورة والخروج من عصر الظلمات إلى عصر النور. الحقيقة يعني الـ40 سنة اللي عشناها في الظلم وفي العسف هي التي أثرت. يعني لو جينا للمنظومة الليبية، نحن نقول أن الثورة نجحت ولكن فشل الليبيون في تأسيس دولة. إذن مسألة الفشل الجاري هو نتيجة لما جرى في الـ40 سنة. نحن ورثنا منظومة اجتماعية آمنت بمجموعة من القيم والأفكار الخارجة عن العصر وعن الوقت. يعني أيضا ورثنا من النظام السابق منظومة إدارية مهلهلة، سواء كانت في الناحية المالية والاقتصادية، اقتصاد دون هوية، المالية تشتغل بمنظومة يعني لا يوجد لها مثيل في العالم إلا بقايا الدول. يعني أيضا ورثنا منظومة اجتماعية أعادتنا إلى العصور الوسطى، عادتنا إلى القبيلة، عادتنا. إذن هي المسألة عندما نقول ثورة، الثورة تحتاج إلى عدة عناصر يقوم بها هؤلاء النشطون وأنه النظام، لكننا الآن في مرحلة قتال من أجل تغيير الأفكار. أيضا حتى التصورات الذهنية كما ضيفكم الآن، يعني هو لا يتصور الثورة إلا انقلابا عسكريا كما أطلق على انقلابات عبد الناصر وانقلابات السودان إلى آخره. إذن المشكلة مشكلة مجموعة من القيم والمفاهيم والتصورات، هذه التصورات هي التي تقود إلى توصيف خاطئ. أيضا الثورة الليبية الحقيقة لم تسلم من الوضع الدولي الموجود، الوضع الهش الموجود وتدخل الدول الأخرى. أيضا حتى التسامح اللي كانت به ثورة 17 فبراير، يعني للأسف أن بعد ما يزيد على عقد من الزمان لا يوجد قانون واحد أسس على فكر الثورة وفكر التغيير. يعني في انقلاب تركيا رأينا الحكومة التركية أحالت الكثير للتقاعد، أحالت الكثير من الضباط. الآن حتى الذين قاوموا 17 فبراير وأطلقوا النار وقتلوا الناس يحاكموا بعدم حيازة سلاح. إذن هذه المنظومة اللي انطلق منها الشعب الليبي وانطلق بأماله وطموحاته، للأسف أنه الفكر متخلف تماما عن الفعل وبداية الثورة. نحن محتاجون إلى تأسيس دولة بأسس مختلفة تماما تزيح الماضي بأفكاره بحالته الاجتماعية. هذا لم يحدث في ليبيا. هل التغيير في القوانين؟ ما زلنا نشتغل بقوانين متخلفة، قوانين أسست على خيال مريض. هذا كله أثر في ما نحن فيه اليوم. الحقيقة القيام بنصف ثورة هو يؤدي إلى هذه النتائج. لم للأسف
ان كما نرى اليوم من يتحكم في 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 ليبيا هي القوانين المتخلفة، هي مجتمع يحتاج الى اعادة ترتيب ذاته ونفسه. ايضا الـ 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 يتكلمون عن القضاء المستقل، ونحن نعرف تماما ما الذي حدث للطلاب، ما الذي حدث لمن حاولوا الانقلاب على نظام القذافي. هؤلاء حكموا طيب بمحاكم وضعها القذافي. حتى لا نبقى قيد المقارنات ستار بن طار وعذر المقاطعة، فقط لأن التصميم موضوع الحلقة ليس في اتجاه مع وضد، هو فقط نقاش عن القيمة الحاضرة اليوم بعد أكثر من 10 سنوات يعني. وختاما حتى لهذه الجزئية من نقاشنا سيد طار بن طاهر، استمرار الاحتفاء والاحتفال بفبراير، هل هو تمسك بمسارها وتصميم على الذهاب بها إلى نحو تحقيق أهدافها، أم أنها تحول إلى عادة ووفاء بالعهد ربما مع من قضوا في سبيلها؟ هذا الخروج العفوي، يعني الآن الاحتفالات في ليبيا ليست مدفوعة الثمن، ولا يوجد كما كان في، لابد من المقارنات، لأن نحن ثرنا على نظام وهو مازال يؤثر في عقلية الليبيين، ومازالت المنظومة السابقة، يعني حتى المظاهر السيئة التي نراها اليوم هي نتاج لما هو موجود في السابق. هؤلاء أو هذا الشعب الذي أراد التحرر ما زال يأمل في الإصلاح، وهذا أيضا يعني قد نرى بصيصا من النور. هذه الانطلاقات الشعبية العفوية هي من سيحدث التغيير. نحن محتاجون إلى هذا الدفع حتى نجدد العهد لهذا الوطن، حتى نجدد الانتماء، ونقول أن ما يحدث الآن من مخالفات لقانون الثورة ولأمل الثورة هو محض فقط، يعني سينتهي بعودة الليبيين إلى رشدهم، والبعد عن الأنانية وبعد عن حب الذات، وأيضا تأثيرات واضح تماما. أستاذ المهدي، أنت بوصفك محامي، قبل يعني أن تطرح سؤالك بعد إذنك أستاذ خالد، بس لأن أستاذ رمزي أشار لي بالاسم فاسمح لي تعقيب بسيط. يعني أنا سأسأل في ذات الجزئية، يعني حتى لا تأخذ الحلقة اتجاه غير ما هو مستهدف منها. أنت محامي وتمارس عملك كقانوني، أكثر من 10 سنوات لا يوجد دستور دائم للدولة، لا توجد أجسام بشرعية كاملة تدافع عن الحقوق والحريات والعيش الكريم اللي كانت المطالب الأساسية اللي خرج من أجلها الليبيون في 2011. كيف أثر تأخر وجود هذه المتطلبات على مسار الثورة، على فرص تحقيق أهدافها خلال هذه الفترة 10 أو 11 سنة؟ نعم، بعد التعقيب إن شاء الله. هو الغريب أن السيد رمزي يعني يتنكر لثورة 17 فبراير، وهو كان من أول من التحق بها، وكان مستشار في المكتب التنفيذي ومستشار لمحمود جبريل، وكان يتمسك في تلك الفترة بثورة 17 فبراير، ثم يتحدث عن استقلالية القضاء. عندما نتحدث عن استقلالية القضاء نتحدث عن مبدأ أساسي، وهو مبدأ الفصل بين السلطات. النظام السابق كان وزير العدل، أمين اللجنة الشعبية العامة العدل، هو من يرأس المجلس الأعلى للقضاء. إذن وفق المعايير الدولية هذا القضاء غير مستقل، بغض النظر عن تصريحات السيد مصطفى عبد الجليل. محكمة الشعب تؤكد أن القضاء غير مستقل. قضية بوسليم التي لم يتم فيها أي تحقيق في فترة القذافي، تلك الجريمة النكراء، يؤكد بأن القضاء كان غير مستقل. مكان كان يا نعم. أستاذ المهدي، لكن الآن اليوم بعد 10 سنوات نرجع من التغيير إلى لماذا استمرار حالة العجز عن وجود دستور، عن وجود أجسام بشرعية كاملة حتى تستطيع هذه الأجسام فرض القانون والنظام الذي تتحقق معه المطالب؟ نعم، سنأتي إليها تباعا. المسألة الأخرى مسألة الاستفتاء على هذه، هل هي ثورة أو لا. عندما شارك 2,800,000 مواطن ليبي في انتخابات المؤتمر الوطني العام، هذا استفتاء، لأن نحن نتحدث عن من يسمح له بالمشاركة بالانتخابات، بغض النظر على الأطفال وغيرها. يعني 2,800,000 هذه أغلبية شاركت الانتخابات، وبالتالي هذا استفتاء ضمني. مسألة الدستور، من يعني ثورة 17 فبراير منذ بدايتها هي ثورة مبادئ وليست ثورة أشخاص. هذه المبادئ أسست في إعلان تأسيس، في بيان انتصار ثورة 17 فبراير، ومن ثم إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي، ومن ثم في الإعلان الدستوري. كل هذه المبادئ تؤكد على الذهاب إلى دولة مدنية ديمقراطية، وأن يؤسس إلى دستور. إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي الذي كان في 27 فبراير 2011، هذا الإعلان نص صراحة على أن يشرف المجلس الوطني الانتقالي على انتخاب هيئة تأسيسية، ومن ثم يستفتى على مشروع الدستور، ومن ثم
تم وضع الإعلان الدستوري والذي ذهب فيه إلى انتخاب مؤتمر وطني عام يؤسس أو ينتخب هيئة تأسيسية تضع مشروع الدستور. انتخبت الهيئة التأسيسية ووضعت مشروع الدستور. من يعرق اليوم مشروع الدستور هو مجلس النواب. مجلس النواب الذي أصدر قوانين غير قابلة للتطبيق للاستفتاء على مسودة الدستور وهو موجود منذ عام 2017. يعني تعثر المسار. نعم هناك تعثر بالتأكيد. لن نصل إلى مبادئ ثورة 17 فبراير وتحقيق مبادئ ثورة 17 فبراير إلا بعد تأسيس هذا الدستور. ما عدا ذلك نحن سنذهب إلى دولة ديكتاتورية لا شك كان من كان الرئيس. يعني إذن يجب أن نذهب. هناك تعثر واضح ولكن وللأسف هذا التعثر يعني الكثير من أبناء الشعب ذهبوا في مسألة الاصطفاف خلف أشخاص. شخص وراء خليفة حفتر، أشخاص وراء دبيبة، أشخاص وراء بشاغة وغيرها، ولكن للأسف تركوا العقد الاجتماعي الذي يجب أن يتم التركيز عليه بين جميع الأطياف الشعب الليبي. طيب سواء سبتمبر أو ديسمبر أو فبراير أو غيره يجب أن ندعم مسألة الاستفتاء على مسودة الدستور. أستاذ رمزي رميح، لماذا يترك الليبيون تائهين في مقارنات مضللة وغير واقعية وكانها خيارات بين البقاء في حالة استقرار نظام استبدادي أو الذهاب إلى فوضى ثورة كان مطلبها الحرية والعيش الكريم لكنها تعثرت ولم تكمل هذا المسار نحو المطلب اللي كان مرفوع؟ لماذا على الشعب أن يختار بين سيء وأسوأ بدل الطموح والتضافر إلى صياغة وضع أفضل يناسب الكل من كان معه ومن كان ضد؟ أشكرك أخي العزيز أستاذ خالد، شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم والوطني والصادق. ويعني في أقل من دقيقة كل الشكر الجزيل لصديقي وزميلي المهدي كشبور عندما رد علي وأبلغ صلاح البكوش أن رمز الرميح لم يكن يوما محسوبا على النظام السابق. رمز الرميح مستشار أول في المكتب التنفيذي ومستشار أول مع محمود جبريل وعلي العساوي وعضو في غرفة المعلومات والتحليل الذي كان يستقي كل المعلومات في تلك الفترة في 2011. رمز الرميح والده اعتقل في سنة 80 قبل أن يذهب حتى صلاح البكوش ويصبح في المعارضة. فلا أسمح مطلقا لأي كائن من يكون أن يزايد علي وعلى وطنيتي. أخي العزيز، بالنسبة لسؤالك الكريم المهم، أنا صرحت قبل 8 سنوات والتصريح موجود صوت وصورة عبر قناة ليبيا أولا، وقلت إذا كنا نريد وطن ونريد أمة ونريد استعادة وكرامة الأمة الليبية فعلينا جميعا أن نتجاوز ديسمبر الملكية وسبتمبر الجمهورية والجماهيرية وفبراير بما لها وعليها. هذا الكلام قلته في استوديو ليبيا أولا في 2014، ولننطلق جميعا إلى دولة ليبيا الجديدة. وليس هكذا وفقط، بل نتجاوز 3 تواريخ مرتبطة بأشخاص. نتجاوز 24 ديسمبر المرتبط بالملك إدريس، ونتجاوز 1 سبتمبر المرتبط بمعمر القذافي، ونتجاوز 17 فبراير بما لها وعليها، ونعتمد يوما وطنيا هو 21 نوفمبر 49 الذي تحصلنا فيه على قرار. ما هي مبررات ومسوغات ذلك أستاذ رمزي؟ اسمح لي فقط أناقشك في هذا الطرح. ما هي دواعي هذا الأمر إذا كان هناك مسار بدأ في 2011؟ لو تضافر أصحاب المطالب خلف هذا المسار واستطاعوا دفعها نحو محطة نهائية ستتحقق تلك المطالب التي حركتهم والتي دفعت من أجلها التضحيات. الآن لماذا يتم الانكفاء عن هذا المسار والتحول عنه، خاصة وأنت الآن تؤكد بأنك أنت كنت جزء من الثورة؟ لماذا هذا التغيير واختيار اتجاه مغاير ومخالف له والبحث عن صياغات جديدة؟ ما هي الدواعي؟ أخي العزيز، للتوضيح والتنويه والتنبيه، وهذا كلام ينطبق علي أنا في هذه الجزئية، ليس كل من اشترك في فبراير
وعمل فيها وانضم إليها كان مؤيدا لها. هناك دواعي وطنية، كما أن هناك نصوص أسمى من الدستور تسمى فوق دستورية، فهناك دواعي كانت وطنية وأعلى من الوطنية، وأعلى من فبراير كانت تستدعي وجود رجال وطنيين في قلب فبراير. واللبيب من الإشارة يفهم. لا 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 لا، نحتاج وضوح أستاذ رمزي قبل أن تذهب لرد على السؤال. أستاذ رمزي، أستاذ رمزي، أستاذ رمزي، لو سمحت أنت قبل أن تذهب لإجابة على السؤال. نعم. أعطني توضيح، لأنك أنت أعطيت إشارة غير مفهومة الآن. ماذا يعني ما قلته؟ يعني أنني أنا ابن ليبيا، ليس ابن نظام، ابن دولة ومستشار في الأمن القومي قبل فبراير وبعد فبراير، وأقسمت اليمين على حفظ سلامة وسيادة الدولة الليبية. وجدت أنه واجب علي، واجب وطني، أن ألتحق بفبراير وأدافع عن ليبيا من قلب فبراير. وبفضل الله سبحانه وتعالى عملت قدر جهدي للدفاع والاستماتة حول سيادة وكرامة ليبيا، ولا زلت إلى هذه اللحظة مستبيتاً على استعادة وكرامة ليبيا، ليس دفاعا على أشخاص ولا دفاعا على نظام، وإنما دفاعا عن دولة اسمها ليبيا باختصار شديد. أخي العزيز، لماذا تتضافر الجهود ونجعل الانطلاقة هي فبراير؟ ما زلت لم أفهم الفكرة أستاذ رمزي. أو الانطلاقة هي سبتمبر. أستاذ رمزي، ومرة أخرى لماذا لا نجعل المقاطعة. الانطلاقة هي ليبيا؟ مرة أخرى أنا ما زلت لم أفهم الفكرة. يعني لو ممكن أنك تذهب إلى المعنى بشكل مباشر، هل تقصد بأنك شاركت في فبراير ليس من أجل صناعة التغيير وإنما من أجل أسباب أخرى، وأنك في أثناء وجودك في وسط فبراير وعملك في إطار مشروعها كنت غير مؤمن بها؟ أخي العزيز، أنا كلامي واضح ولا يستطيع أحد أن يزايد علي في الحفاظ على سيادة وكرامة ليبيا. من يقول ويدعي مثل صلاح البكوش، ولا بالمناسبة أشفق عليه صلاح البكوش وأشفق على أمثاله. عندما تسألني وتقول لي أنت من أنصار النظام السابق، كيف أكون من أنصار النظام السابق والنظام السابق أمامي وأنا الإبن البكر لوالدي رحمه الله؟ أمامي اعتقلوا والدي سنة 80 عندما رجعنا من ألمانيا، واتهموه أنه انضم إلى المعارضة، وبقى والدي في الجديدة وفي عين زارة وفي الحصان الأسود فترة الثمانينات. والليبيين يعلمون جيدا الفترة التي مرت بها ليبيا في فترة الثمانينات. كيف أكون مناصرا للنظام السابق وهذا النظام يعني سجن والدي؟ بهذه مسألة واضحة، هذه مسألة واضحة أستاذ رمزي. أستاذ رمزي، حتى لتحول نقاش إلى نقاش شخصي، أنا سألتك عن كلام تحدثت به أنت ولم أفهمه، واعذر قصور حتى لو كان في قصور في فهمي. عندما تقول بأنك أنت، ما معناه على الأقل أنك أنت لا تنتمي إلى فبراير من أول لحظة، وأنك شاركت فيها فقط للحفاظ على كيان الدولة الليبية؟ أعطيني معنى واضح، عبارة واضحة. نعم. أفهم منها موقفك في تلك المرحلة، لأن ربما شرحك لهذا الموقف قد يعطيني إجابة على سؤالي اللي بدأت به الحديث معك. أنا سألتك عن تفسير لماذا انكفأ البعض عن مسار فبراير رغم أن هذا المسار ما زال مستمر ومتواصل. أنت الآن تقول بأنك أنت كنت جزء من فبراير لكنك كنت غير مؤمن بمحركاتها بمطالبها، أليس هذا ما قلته؟ نعم، وأقول لك لماذا. لأنني أنا رجل مطلع وقانوني ومتخصص في السياسة الشرعية، ودرست تاريخ الأمم وماذا قال ابن خلدون عندما تنهار الدول، وأنا أحيل كتاب ابن خلدون لصلاح البكوش ليطلع عليه في هذه الأيام ويعلم ماذا قال أستاذ علم الاجتماع عندما تنهار الدول. يكثر المنافقون والمتشدقون والطبالون والمتفيقهون والرويبضة وسقط المتاع وسفلت القوم. أنا عندما وجدت دولتي، دولة ليبيا، انهارت أو ستنهار وسوف تسقط في وحل الإرهاب والإجرام، وأعلم جيدا ما معنى انهيار نظام شمولي هو نظام القذافي. وبالمناسبة محمد بوصير
تحدث في 2007 أنه يجب أن لا ذهبت بنا بعيدا يا أستاذ رمزي، ذهبت بنا بعيدا. أنا استوقفتك استدراكا لأستفهم موقفك أنت عندما أشرت إليه. سأعود لك على كل، حتى نبقى متوازنين في توزيع الوقت بين ضيوفنا، سأعود لك بنفس السؤال اللي كنت سألته قبل قليل لك. ابقى معي أستاذ رمزي. سيد صلاح البكوش، مطالب الليبيين اليوم لم تتحقق، المطالب اللي خرج من أجلها من خرج في فبراير في 2011 لا أحد يتجادل عن ذلك، ما زالت لم تتحقق. من الأكثر مسؤولية طوال عقد الثورة عن ذلك ولماذا؟ بالله أعيد السؤال، لماذا لم تتحقق؟ سألتك عن المطالب التي خرج من أجلها من خرج في 2011 والتي لم تتحقق حتى اليوم، وهذه مسألة لا أعتقد أن في من يجادل فيها. من يتحمل مسؤولية عدم تحقق المطالب بعد أكثر من 10 سنوات على الثورة؟ ولماذا لم تتحقق هذه المطالب من الأساس؟ أوكي يا أول السيد رميح، أنا ما نبيش نحولها العركة باي وتنابذ بالألقاب، ولكن أذكر بس السيد رميح أن بدأ الحلقة بالاستشهاد بالسيد مصطفى عبد الجليل أن القضاء كان نزيه، وتو قال لنا أن النظام كان شمولي وأن أبوه رجل محترم حبسوه أيام النظام وحطوه في عين زارة وفي الجديدة وفي العسل الأسود وكذا. فما عاش فهمنا في رميح نحن مرة سؤالي أستاذ صلاح سيد عبد الجليل أن القضاء كان. طيب هذه مسألة استدركت فيها أستاذ صلاح، استدركت عليه ووضح بقدر ما أمكن للتوضيح. لا ما سؤالي لو سمحت أوكي تمام. شوف نعم. المطالب الواقع هو شنو؟ إن كان هناك سقف توقعات عالي جدا، ولكن الإمكانيات كانت بدائية، ليس لدينا مؤسسات، ليس لدينا خبرات تكفي لإدارة الدولة. عندنا بعض الخبرات هنا وهناك، ولكن ليس لدينا خبرات تكفي لإدارة الدولة، لأن الجامعات ترتيبها 5,000 و6,000 في العالم، ومؤسسات حتى لما تطلع من الجامعة هذه تخدم في مؤسسات متهالكة، يعني تعمل بطريقة بدائية جدا ومجرد تراكم للموظفين. فهذا كله أدى إلى هذا الوضع الذي نعيشه، وخاصة أن لدينا طبقة سياسية تدربت في نظام يمنع العملية الانتخابية ومواجهة الناخب، وعلم الجميع أن الكولسة والصفقات هي الطريقة المجدية والوحيدة للوصول إلى السلطة، وخاصة أن العملية السياسية أنك تؤمن بانتخابات أو بأحزاب يعاقب عليها القانون، جريمة يعاقب عليها القانون. فلذلك الآن نحن لدينا مجموعة من السياسيين تدربت في ذلك العهد، وهي الآن تجتمع في تركيا وتجتمع في جنيف وتجتمع مش عارف وين في زنتان ومكذا، لأن شنو؟ يحاولون الوصول إلى حكومة عن طريق صفقة، لأنهم لا يستطيعون مواجهة الناخب، والعملية الانتخابية تتطلب بناء أحزاب والخروج ببرنامج اقتصادي وتعليمي وسياسي وما إلى ذلك للنهوض بالدولة، وهم لا يستطيعون أن يقوموا بذلك وليست لديهم القدرة، فيلجؤون إلى هذه اللعبة الممجوجة التي استمرت الآن لمدة 11 سنة وشكلنا فيها 11 حكومة، ونجد أنفسنا في هذا المستقبل. قد يبدو هذا التفسير غير مفهوم. لأن هذا هو أستاذ الوضع. أستاذ صلاح أنت الآن تفسر لماذا لم تتحقق المطالب، وربما بشكل واضح تحمل المسؤولية لشخصيات سياسية ومسؤولين تصدروا المرحلة. لكن من فرض التغيير أستاذ صلاح؟ قلت لك لأن اسمح لي فقط بالتعقيب. نعم. القوة الشعبية التي تحركت في 2011 وفرض التغيير على نظام كان ربما لا يوازي سطوته وقوته في المنطقة أي نظام آخر. أين تلك القوى الشعبية وأين تلك الإرادة التي كانت لدى تلك القوى الشعبية حتى
تمنع حماية هذا المسار من أي طرف يهدده، سواء كان مسؤول أو كان سياسي أو طامح للسلطة. يا خالد، أن تقوم بثورة لا يعني أنك تستطيع أن تدير دولة وشؤون الدولة اليومية، اقتصاد وتعليم وصحة ومواصلات واتصالات وما إلى ذلك. أنت قمت بثورة ولكن شد بتخلق أنت خبرات من العدم، ما عندكش هذه الخبرات، تحتاج إلى تطوير نظام التعليم وإلى تطوير نظام الإدارة ونظام اختيار الأشخاص المناسبين لهذه الإدارة. ما عندناش هذا كله، ما عندناش. فأنت إن شاء الله تكون تشي جفارة والله منو، مش حتقدر أنت تجي في دولة أطحت بنظام طيب دكتاتوري. واضح أستاذ صلاح، تصنع هذه الخبرات في بين يوم ليلة وعشاء. يعني واضح تماما. سيد طاهر بن طاهر، يعني اليوم المراقب للوضع في ليبيا، سواء كان في شرق البلاد أو في غربها، يعني في الشرق ربما الحالة خاصة بالمنطقة وحكم السلطة المسيطرة في تلك المنطقة بحكم الأمر الواقع وهامش الحرية والنقد اللي موجود في حدود عدم السماح بالوصول إلى رأس من يسيطر على المنطقة الشرقية وانتقادها مثلا. في المنطقة الغربية ربما يكون الواقع مختلف لكن المحصلة واحدة، الحرية الانتقاد والتعبير موجودة، لكن إذا تصادمت مع أشخاص بذاتهم أصحاب نفوذ أو مراكز قوة، سواء كانت قوة مسلحة عسكرية أو قوة سياسية، ربما المصير لن يختلف عن المصير في المنطقة الشرقية على اختلاف الحالة أو الأسباب. السؤال الآن، المسافة التي قطعتها الآن ثورة فبراير في مسار جلب الحرية وتحقيق المطالب، ماذا تبقى للوصول إلى هذا المشروع، إلى أهداف هذا المشروع اللي بدأ في 2011؟ سيد طاهر. نعم حقيقة، يعني هذا السؤال جيد وربما يرتب عملية النقاش. يعني نحن نريد أن نخرج من هذه المقارنات، يعني كيف نصل إلى الدولة وما هي الأخطاء والإخفاقات التي حصلت وما هي أسبابها. يجب أن يكون هذا السؤال، لكن احنا بقينا في مماحكات شخصية ومن يدير العالم والتشكيك في بعضنا. لماذا لم نصل إلى ما أردنا؟ ربما السيد البكوش تطرق إلى بعض الجوانب، أن نحن ورثنا دولة بدون دولة حقيقة، يعني لم يكن هناك موجود جيش حقيقي ولا إدارة حقيقية. للأسف أن الثورة ليست فقط منظومة مسلحة تسقط شخص ثم تخلفه، هذه طبيعة الانقلابات، لكن عندما تريد أن تحدث ثورة كاملة لابد أن يحدث تغيير في التفكير. للأسف أن بعد 10 سنوات أو 12 سنة لم يحدث أي نوع من التغيير في التفكير، سواء السياسي أو الاجتماعي أو الأيديولوجي أيضا. يعني للأسف أن المكان سائد في 40 سنة هو الذي يحكم الواقع الحالي. نحن محتاجون إلى ثورة داخل الذهن. يعني الليبيون، يعني ولادهم كل الليبيين، لكن ما ورثناه حتى مسألة الوطنية لدينا فيها خلافات. ثم لا ننسى أن هذه الثورة وما يسمى بالربيع العربي كان منطقة تجاذب لقوى خارجية وتدخلات خارجية، بالإضافة إلى موجة الإرهاب التي شاحت ليبيا، والكل يذكر ما حدث في السرت وكيف قاتل الليبيون. هذه كلها أسباب أدت إلى تأخر تحقيق حلم الثورة. لكن تجديد العهد وهذه المناسبة جيدة يدل دلالة قاطعة على أن الليبيين أرادوا التغيير وما زالوا مستمرين فيه. هناك الكثير من العقبات، نحن نتكلم على مؤتمر وطني ثم لحقه برلمان لم يحدث أي تغيير على المنظومة القانونية. ما زلنا تتحكم فينا القوانين السابقة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، ولذلك كانت فرصة كبيرة جدا لنهب الاقتصاد الليبي بقوانين وضعها النظام السابق. التفكك المجموعات الأمنية ثم عودتها بنفس الطريقة اللي كانت موجودة في السابق. نحن محتاجون كما قلت إلى إعادة نمط التفكير وهيكلة الدولة، وربما حتى نحن لا نريد أن نقتل أحد أو نستبعد أحد، لكن ربما
يعني هناك طرق تبعتها كثير من الدول لتنحية بعض المسيطرين على الأفكار المتخلفة والأفكار اللي هي تناسب نوع معين من الحكم. هذه الآن المنظومة الموجودة الإدارية المتخلفة والمالية المعقدة والبيروقراطية التي لا نهاية لها، وأيضا مازال الفرد هو المتحكم في المؤسسة. يعني نحن ورثنا منظومة متكاملة، منظومة عنكبوتية. يعني القرارات في ليبيا الآن تتخذ مسارب ومسالك مختلفة حتى تصل إلى غايتك، يعني تماما كما هو موجود في بريطانيا قصة الشباك المكسور. ما زلنا في الشباك المكسور اللي لكي نصلحه تنتهي السنة الدراسية ولا يتم إصلاح شيء. إذن المسألة ليست فقط مسألة نظام ملكي أو نظام القذافي أو 17 فبراير. نحن نسعى إلى الدولة، هذه الدولة لكي تخلق لابد من تغيير القيم سواء الاجتماعية أو الإدارية أو المالية أو التربوية أو التعليمية. إذا كانت هذه القيم لم تخلق بعد أو لم توجد على أرض الواقع أستاذ طاهر بن طاهر، يعني وأنا أعطيتك في سؤالي مبدأ الحرية كمثال، إذا كان واقع الحرية في ليبيا اليوم شرقا وغربا لا يختلف كثيرا عن واقع الحرية ما قبل 2011، هل يعني هذا بأن قطار فبراير ما زال في محطة الأولى وكان لم يتحرك؟ لا هي المسألة بالعكس، ما يحدث الآن من نقاش أنا أعتبره إيجابي جدا. يعني أنت الآن أتيتنا إلى مقارنة ما بين ما يحدث الشرق والغرب، وهذه مقارنة جيدة. يعني في المنطقة الغربية هناك تجاوزات، لكن كل الناس تتفق على أن هذه تجاوزات، ويستطيع أن يقول الميليشياوي هذا ميليشياوي ويقول أن هناك تجاوزات في الضفة الشرقية وفي الجناح الشرقي. ما زالت يعني مقيدة أستاذ الطاهر، ما زالت حالة الحرية حتى في المنطقة الغربية مقيدة في بعض الحالات، لأن عندما تصل إلى مستوى التصادم مع شخص أو قوى مراكز سواء كانت مدنية أو عسكرية تصبح الحرية مهددة. ولهذا كان سؤال على كل سأعود لك أستاذ الطاهر فقط، يعني اللي هي دقائقنا الأخيرة في الحلقة ربما سريعا حتى نوزع الوقت بين كل الضيوف. أستاذ المهدي، العيش الكريم والحياة في أمن واستقرار كانت واحدة من أهم المطالب أيضا في 2011. صحيح. اليوم لو نظرنا إلى الواقع في البلد، سعر صرف الدولار والنقد الأجنبي بالعموم اللي هو أهم أساسات الحياة في ليبيا تضاعف مرات. صحيح. ومعه تضاعفت كل الأسعار تقريبا، وأصبحت المعيشة ربما الحال قبل 2011 لا يختلف كثيرا عن الحال الآن، لكن لم يتحقق شيء من تلك الأمال والطموحات التي كانت مرفوعة على هذا الجانب المعيشي والاقتصادي. نعم. وين تكمن الإشكالية؟ الإشكالية تكمن في الأشخاص للأسف. يعني هي ثورة 17 فبراير عندما قامت لم تقم على أشخاص ولم ترتبط بأشخاص إلا من استشهد أو قدم حياته فداء له. ما عدا ذلك يعني أتى المجلس الوطني الانتقالي وذهب، وأتى المؤتمر الوطني وذهب، وحكومة المكتب التنفيذي وذهبت، والحكومة الانتقالية وذهبت، والإنقاذ والوفاق وغيرها، ولم ترتبط ثورة 17 فبراير بأشخاص. وبالتالي نحن لازال لدينا أمل. ما الفرق الكبير؟ يعني هذا اللي دائما نقوله فيه، أن اليوم في ظل ثورة 17 فبراير لدينا أمل. في ظل النظام السابق لم يكن لدينا أمل. كانت الحزبية جريمة، كانت الديمقراطية جريمة، كانت الانتخابات جريمة، كانت المطالبة بالحقوق والحريات جريمة. اليوم ليست جريمة، هناك تغول من بعض الأطراف من السياسية والأمنية على المواطن و يعني على قوته وعلى مصالحه صحيح، ولكن لدينا أمل في إزاحة هذه الأجسام بعد أن نؤسس للدولة. إذا كان الأمر مسألة تسليم بأن ما زالت الحالة حالة أمل ولم يتحقق شيء، نعم، فهنا يبدأ التساؤل عن وجاهة ربط الثورة بمطالبها اليوم بعد 10 سنوات. إن قد يصبح أمر غير وجيه أنك أنت تربط ثورة 2011 بتلك المطالب التي ما زالت لم تتحقق بعد أكثر من 10 سنوات. صحيح، ولكن سوف تتحقق مستقبلا. يعني اليوم شاء من شاء وأبى من أبى سوف نصل إلى دولة مدنية ديمقراطية، دولة فيها يعني تصان فيها حقوق المواطن وكرامته ويحفظ له حقه في عيش كريم وغيره. سنصل إلى هذه النتيجة. هذه النتيجة لن نصل إليها إلا من خلال ثورة 17 فبراير، وإلا لو استمرينا ضمن منظومة النظام السابق
لما وصلنا الى هذه الغايه. طيب. وبالتالي يعني حتى لو الغينا تاريخ 17 فبراير وعلم الاستقلال ونشيد الاستقلال والغينا كل رموز ثوره 17 فبراير ووصلنا الى ما ذهب اليه الاستاذ رمزي ان نترك كل هذه التواريخ ونؤسس الى شيء جديد. هذا شيء جديد، لولا ثوره 17 فبراير لم نصل اليه. وبالتالي نحن نتكلم على ان اليوم سيف القذافي يدخل في انتخابات الذي كان ابوه يعني يجرم من يدخل. طيب. الانتخابات انت تقصد بان المسار ما زال مستمر، ثوره 17 فبراير اسست وضعت مسار، لازلنا نتعثر. طيب. في طريقه ولكن واضح. سيد رمزي رماح، اعود معك لسؤالي سالته في المره الماضيه ولم تجبه، استدركنا استدركات في جزئيات اخرى. سالتك لماذا يترك الليبيون تائهين في مقارنات تبدو مضللة وغير واقعية وكأنها خيارات، كأنك تخير الليبيين بين إما استقرار في ظل نظام استبدادي أيام القذافي أو العيش في تبعات وفوضى ثورة كان مطلبها الحرية والعيش الكريم لكنها لم تستطع استكمال مسارها إلى حد هذه اللحظة. لماذا على الشعب الليبي أن يختار بين سيء وأسوأ؟ إضافة إلى هذا السؤال أستاذ رمزي، لماذا لا يكون أو تكون هذه المطالب، هذه المبادئ، الحرية، العيش الكريم، لماذا لا تكون مرجعية بدل أن تكون مرجعيتنا دائما في الحديث وفي المقارنات عن أرغفة الخبز وكيف كان القبضة الأمنية للنظام القذافي وغيرها من هذه المسائل التي غابت مع ذلك النظام ولم يتحقق حتى الخيار البديل الذي جاء في 2011 على الأقل إلى هذه اللحظة؟ نعم أخي العزيز، نحن أمة وسط لا نقبل بالإفراط أو التفريط حتى في ديننا ما بالك في دنيانا. نحن تحدثنا وقلنا إذا كنا نريد وطن، لماذا هذا التشدق وهذا التشدد وهذا التطرف بأن تكون فبراير هي المنطلق؟ لماذا لا تكون تقاليد وعادات ديننا وعادات أخلاقنا وعادات وطن ليبيا هي المنطلق لبناء دولة جديدة؟ وكما ذكرت لك، يعني هل فبراير مقدسة؟ هل سبتمبر مقدسة؟ نحن نريد أن نخرج من هذه الدوامة. وبالمناسبة أخي خالد، يعني أنا فضلا وليس أمرا، نحن تحدثنا اليوم في هذه الحوارية عن تشخيص الداء وعن فبراير، لماذا لا نتحدث عن الدواء؟ لماذا نتحدث عن ما هو المخرج لإنقاذ ليبيا؟ هل هو التقوقع داخل فبراير والإصرار على أن فبراير هي الثورة المباركة المجيدة التي سوف تأتي بدولة منشودة؟ لماذا لا نتجاوز كل هذه التواريخ ونتجه إلى بناء دولة؟ وبالمناسبة أستاذ خالد، عندما يتحدث ضيفك المهدي كشبور أو أي ضيف آخر على أن هناك شخصيات جدلية في ليبيا يجب أن تستبعد، يعني حسن الأمين وهو أحد رموز فبراير قال لكم بالحرف الواحد: لقد كفرت بفبراير. إذا كان سيف الإسلام شخصية جدلية وحفتر شخصية جدلية ودبيبة شخصية جدلية، ائتوني في هذه الليلة بشخصية توافقية يتفق عليها الليبيين. لن تجد شرقا أو غربا أو جنوبا شخصية توافقية. وبالمناسبة ضيفك الأكاديمي الطاهر بن طاهر عندما يقول الضفة الشرقية، أنا ابن طرابلس ومولود في طرابلس وابن الزاوية، أقول له صحح معلوماتك، ليس اسمها الضفة الشرقية، اسمها شرق ليبيا، اسمها سيرينايكا، اسمها إقليم برقة. احترم عقلية المشاهد في شرق ليبيا يا طاهر بن طاهر. نعم، التعبير جاء في صورة مجازية، لو حمل المعنى اللي عقبت عليه يا أستاذ رمزي كنت استوقفته. أنا نفسي لن أسمح بتمريره لو كان المقصود منه أو ظهر فيه بأن المقصود منه ما ذهبت إليه أنت الآن. سيد فيصل، عفوا، صلاح البكوش، إذا كان هناك تسليم بأن تركة 42 استبداد للنظام السابق يضاف إليها طمع السعيل للسلطة والانتشار ربما ظلم مارسه البعض باسم فبراير هي من يقف وراء تقويض مشروع التغيير والتحقيق المطالب، لماذا لا يبدأ البحث عن صيغة جديدة كما يطرح مثل الأستاذ رمزي رميح، صيغة جديدة تتجاوز كل ما سبق
وتضع أسس لحالة أخرى ربما مختلفة عن كل ذلك. نعم جيد يا خالد. في الحلقة أنت تسأل ولماذا لم تقم فبراير ولماذا لم تقم، ما اللي يسأل في هذا؟ المواطنين الليبيين، المواطنين الليبيين هم اللي قاعدين 2,400,000 منهم في المدى في الموظفين في الدولة، ولما تمشي يعاملوك بعجرف ولما تمشي لأي مؤسسة دولة. والليبيون هم الذين يطلبون الرشوة، والليبيون هم الذين يدرسون في الجامعات ولا يحضرون المحاضرات ولكنهم يذهبوا إلى الدروس الخصوصية. ليبيون هم في المدارس ولا يدرسون ولا يذهبون لأعمالهم. فلذلك المسؤولية بدون تعميم مشتركة، ربما بدرجات مختلفة، ممكن بدرجات مختلفة، ولكن كلهم مسؤولين. فيجب علينا لأن لا نسأل وكأننا غير مسؤولين عن هذه، ولكن نسأل أنفسنا وننظر إلى المرآة. اللي بين كلهم شاركين في الأزمة هذه رأي. بس خلينا نقول لك، نعم، يعني فبراير لم تعرض أي أيديولوجية ولم تصنع أي أبقار مقدسة ولم تقل تخلوا عن مبادئ دينكم أو مجتمعكم أو ما إلى ذلك. فعلى السيد رميح وعلى الآخرين أطلعوا ببرنامج. في حد قال لكم والله الديمقراطية ممنوعة، الحل الفلاني ممنوع، الاقتصاد هذا ممنوع، والاقتصاد ما في حد. ما طلعتش ثورة بشخصيات قال لك والله ثورة اشتراكية، والله يسارية، والله دينية، والله كذا. أطلعوا بحلول. فالقصة الآن هي من يتقدم بحلول ومن يستطيع أن يجمع حول هذه الحلول ما يكفي من التوافق لتنفيذها. هذا ما نحتاج إليه الآن، وما نحتاج إليه أيضا هو القدرة على تغيير هذه الوجوه المتحكمة في المشهد السياسي الآن حتى يمكن لهذه الحلول أن تنفذ. طيب سيد طاهر بن طاهر، ختاما معك، العام 2012 وهو العام الموالي للثورة عاشت فيه ليبيا فترة زاهية، ثم بعد ذلك دخلت في محطات كان فيها ربما الخيار العسكري، وأصبح فيها يعني كثير من الأحداث التي ربما حتى لا يسع المجال لسردها. الكثر يذهب إلى أن الدور الخارجي كان دور أساسي في كل هذه المراحل، لكن مع ذلك هل يمكن إلغاء مسؤولية الداخل على اعتبار بالنهاية من يعيش في ليبيا هم الليبيون؟ سيد طه أنا ما أود أسمعك يعني حقيقة. لا ممكن تعيد السؤال لأن انقطع. طيب إذا كنت في الاستماع الآن سألتك عن حال البلد بعد الثورة مباشرة في العام 2012 وهو العام اللي عاش فيه الليبيون تقريبا أزهى فترة بعد ثورة 2011، لكن بعد ذلك تقلبت الأحوال، بدأ الاحتكام لقوة السلاح وغيرها، وبدأ الحديث عن دور عامل خارجي في الأحداث التي عاشها البلد. مع ذلك هل يمكن إعفاء الداخل من المسؤولية على اعتبار أن من يعيش في ليبيا هم الليبيون؟ الحقيقة ربما العامل الداخلي والخارجي تضافر مع بعضهم البعض. يعني كان هناك استعجال في الوصول للديمقراطية، يعني ما تم في 2012 من مسألة الانتخابات والمؤتمر الوطني لم يكن الليبيون مهيئون، يعني لذلك لاحظنا أن جل الأعضاء في المؤتمر الوطني عانوا من إشكاليات الانتماءات الأيديولوجية، أيضا كان فيه نوع من العاطفة هي اللي رشحت كثير من الأعضاء، هذا كان في السجن، هذا كان في الخارج إلى آخره، يعني لم يكن هناك تمحيص دقيق، ولذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه، بالإضافة إلى الفرصة التي واتت كثير من الدول، سواء تدخلات، سواء من التغيير اللي حصل في معظم دول أو في دول المنطقة.
أنا أعود وأقول أن الثورة يعني بنفحها وبلغتها التي انطلقت في 2011 يعني ظهرت الكثير من ما يشبه الثورات، يعني أرادت التغيير بلغة تشبه لغة 2011 ولكنها ليست بنفس الأهداف. عندما نأتي إلى ثورات مختلفة سواء ما حدث في ما يسمى بفجر ليبيا أو ما يحدث الآن في الكرامة، تتبنى في خطاب الثورة في طهرها وفي عفافها ولكنها أهدافها متغيرة. يعني الإشكالية أن الآن 17 فبراير كل اللي يرتدي لباس 17 فبراير، بالإضافة إلى كما قلنا أن الثورة ليست فقط تغيير رأس النظام، نحن نحتاج إلى ربما أشار إليه الأستاذ البكوش أننا نحتاج إلى تغيير العقلية سواء في حياتنا اليومية أو في معاشنا أو في مواضحنا الاقتصادية اللي تصارب لها. نعم وصلت الفكرة، أشكرك. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا، وبالتأكيد قبل أن نختم ننوه إلى أن على شاشة قناة ليبيا الأحرار في ذكرى فبراير لم تغيب حتى خصومها، وهذا ما لا يمكن أن يراه مشاهد في إعلام النظام السابق لأكثر من 40 عام مضت، يقول البعض حتى قيام الساعة ربما. أشكر ضيوفنا، كان معي هنا في الاستوديو في اسطنبول المحامي المهدي كشبور، شكرا لك أستاذ المهدي، وأيضا رافقنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل السياسي صلاح بكوش، شكرا لك أستاذ صلاح، وأيضا كان معنا من القاهرة مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي رماح، شكرا لك أستاذ رمزي، وشاركنا النقاش عبر الأقمار الصناعية من مصراتة الأكاديمية طاهر بن طاهر، وشكرا لك أيضا أستاذ طاهر. مشاهدينا في الختام دمتم في أمان الله.